السلام عليكم، عصابة الربح عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة موقع ممتاز هتقدر تكسب منه يوميا $10 او اكتر حسب مجهودك في الموقع. الموقع اسمه كوفريتا. الموقع ده عبارة عن محفظة اصلا بيتسجل فيها، وبنخش هنستغل البونتي اللي فيها وهنكسب منها يوميا $10. هندوس على كلمة جيتا فري اكاونت، من هنا هتكتب اليوزر نيم بتاعك، الايميل، الباسورد، وتحل الكباتشا من هنا، وهتدوس على ساين اب. احنا عندنا حسابنا، فهندوس على ساين ان وهنكتب الكباتشا. بعد ما كتبناها هتدوس على ساين ان، هيدخلنا للمنظر دوت. ده كده الداشبورد بتاعتنا. طب هنبتدي ازاي نكسب من المحفظه دي؟ انت هنا عايز تودع فلوس الاول، هتدوس على كلمه ديبوزيت، بس احنا مش هنودع فيها اي حاجه. تختار المبلغ اللي انت عايز تودعه، الحد الادنى $5، وبتعمل الايداع بتاعك عادي جدا. تاخد يوميا 2.18، اهو ارباح يوميه على الايداع اللي انت هتودعه. هنا بقى كلمه بونتي، هي دي اللي هنقدر نستغلها. اول حاجه تقدر تعمل فيديو، انت ما عندكش قناه يوتيوب، مش مهم الفيديو خالص. هتعمل بوست على الفيس بتاعك او على تويتر او على انستجرام، اي حاجة من السوشيال ميديا، وتبعته هنا، وهتاخد من $1 لـ$5. تقدر تكرر العملية دي مرتين في اليوم او اكتر، وهتقدر تكسب منه مبالغ محترمة جدا. بعد كده هنا ستوري، هتكتب على بلوجر او على اي مدونة، تكتب عنهم شوية كلام، وبرضه هتاخد من $1 لـ$5. وهنا الفيدباك برضو ممكن تسيب رأيك وتعمل شير وكده، من 300 لـ500 كلمة، وهتاخد برضو من $1 لـ$5. البونتي ده نقدر نستغله كل يوم، نبعت لينكات وهنقدر نكسب من الموقع ده اقل حاجة $10 في اليوم. الموقع مش بيدي دولار، بيدي اكتر، ممكن يدي 3-4 دولار على الريفيو اللي انت هتعملها. تقدر تبعت الريفيو كمان اكتر من مرة. وبس كده هنطلع فوق، هنرجع على كلمة هوم عشان نشوف ازاي هنقدر نسحب. هندوس على كلمة ويزدرو، من هنا بنحدد المبلغ اللي احنا نسحبه، وهنحدد العملة، عايز تسحب على ايه، عايز تسحب للدولار عادي، هتدوس هنا وتختار اللي انت عايزه، في دولار وفي عشان التاب، في دولار وفي يورو، على حسب تسحب على البنك ايه، وبيحدد لك البنك، عايز تحدد بيرفكت ماني، عايز تحدد باير، في كل حاجة في الموقع ده، او هنا مثلا باير يو اس دي او الباير يورو زي ما انت عايز. كده هنكون خلصنا شرح الموقع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.